في القدس العربي نتابع ما تناولته لما ورد على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيدي برايس بأن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز مساءلة قيادة الحوثيين في اليمن، وأن سلوك قادة الجماعة يجب أن يتغير لإحراز تقدم في تحقيق السلام. الصحيفة قالت أن الولايات المتحدة تعتقد أن عملية إيجاد تسوية تفاوضية للصراع في اليمن تكتسب قوة دفع بفضل تعاون السعودية والقولول برايس، في وقت تقول فيه الولايات المتحدة إنها تغير سياستها تجاه السعودية وأوقفت دعمها العسكري في الحرب التي تقودها على اليمن. ومنذ صعود الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن أرسلت واشنطن عدة رسائل دبلوماسية إلى الحوثيين، أبرزها شطبهم من قائمة الإرهاب في خطوة اعتبرها محللون مرسلة إلى إيران بدرجة أولى.